توقف! اترك سيفك وإلا ستشاهد موت أخيك. من أنت؟ أنا لا أمزح. اترك سيفك! حسناً، وأنت اترك أخي. خذوهما. سنذهب إلى بلاجك. لا أبطالي، جميل أن تأتوا لمرافقتنا بطرس، كم أنت لطيف. في الحقيقة لم نأتي لمرافقتكم، بل لنغير طريقكم. هكذا إذن، أهلا وسهلا. حاربنا المسلمين لأعوام وأنت بقيت بجانب عثمان مع أنه تركي. عثمان رجل شجاع يا بطرس، وهذا كاف بالنسبة لي. ما دمت تحبه كثيرا ستموتان معا. إذن عثمان سيموت ولداه بين أيدينا. انتهى أمركما يا كوسيس. راديوس! ظهرا بظهر يا كيروس. هل أنت مستعد كيروس؟ مستعد أيها الحاكم. هيا. وصلت يا كوسيس. اللعنة، جاء عثمان. انتهى أمركم الآن. كوسيس! هل خبأتموها جيدا؟ يجب ألا تظهر. كل شيء جاهز سيدة عائشة. هيا إذن. مالهن؟ أرى أنك لست على ما يرام. منذ أن خرج أورهان من الخيمة لم أجده. ذهب إلى التكية مع علاء الدين. قلق كثيرا بشأن ابنتي الحاكم، لقد شعر بالضجر. مالهن؟ ابنك قد كبر. باي سونغور معهما، سيعودون سالمين بإذن الله، لا تقلقي أنت. العربات جاهزة للخروج سيدة بالا، والأخوات في انتظار أوامرك. جيد، بارك الله غزوتكن. سامحيني بحقك، لو حصل شيء وشربنا من كأس الشهادة، الأولاد أمانة عندك. ما هذا الكلام بالا؟ ستأخذنا بلاجيك وتعودنا سالمات إن شاء الله. إن شاء الله. أمي، ابنتي سلمتي. الجميلة، بارك الله في غزوتكن ليفتح طريقكن ولتكن سيوفكن حادة. إن شاء الله أمي. هيا في حفظ الله. هيا